بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين نتواصل بهذا التواصل المتميز ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثالث عشر مخصصة لسن الحجايج المسافة 3 كيلومترات من هنا من قلب الحدث من ميدان الوثبة عاصمة جميع ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والذين لم يصادفوا الحظ مع حظنا وفروا حظ جميل للمرات القادمة. ننطلق هنا مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. الله تبارك الله متعبة محمد بن حماد العامري من يتواجد هناك مع متعبة على الصدارة والمركز الأول. أنتقل مع ثاني المراكز العمالة وشعال البطين سالم بن حمد البطين المري من يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث حمد بن طهميمة بن عنودة العامري مع الزاهية وهالي العين غادمين على ثاني المراكز. انتقل على رابع المراكز في هذه اللحظات الشحانية حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري غادم من ميدان الشحانية لكي ينطلق في هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة. ولكن الله الله الزحفة مستمر من المراكز الخلفية ولكن شعار آخر مع الفاتنة ومع بن رشيد. مع بن رشيد من يتواجد في هذه اللحظات على المركز الرابع. انتقل مع سادس المراكز في هذه اللحظات تبارك الله ما شاء الله. المركز السادس هناك معنا على سادس المراكز وبر سالم بن عبد الله العامري. المركز السابع وسابع المراكز طرب هناك من تنتقل على سابع المراكز علي بن سالم بن مبارك المنصوري. ولكن من القادم من المنطلقة الشاهينية سعيد بن عبد الرحمن القحطاني على المركز الثامن. هكذا النداء نعود مع الصدارة نعود مع المقدمة نعود والعودة أحمد مع الصدارة. هذا الشوط تبارك الله ما إن شاء الله. أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي أهالي مرقم ينطلقون هناك على الصدارة على المركز الأول المركز الثاني وثاني المراكز. هناك الزاهية من تتواجد اسم على مسمى ما شاء الله. الزاهية حمد بن طهميمة بن عنوده العامري يتواجد على ثاني المراكز المركز الثالث وثالث المراكز. ويا خوفي من المركز الثالث أحمد بن عبد الله بن شتيط الوهيبي مع العنود. ولكن من القادم خلف العنود هناك معانا 41 صواب راشد بن سعيد بن علي الزرعي. نعود والعودة أحمد مع الصدارة مع المقدمة مع الأمتار الأخيرة. الله الله الفاتنة اسم على مسمى اسم على مسمى. فتن بن رشيد مع الفاتنة وانطلق مع هذا الشعار لكي يحقق الناموس لمرقم وهالي مرقم. ولكن الله الله العنود وهالي السلطنة حاضرين قلبا وقالبا على ثاني المراكز. أحمد بن عبد الله بن شتيط الوهيبي هنا من يخطف الأمتار الأخيرة يخطف المركز الأول. سلام للسلطنة سلام العنود وسلام إلى من جبل صايل. سلام يا الأبيض سلام على هذا الشعار. العنود على الصدارة على العنود مع المركز الأول أحمد بن عبد الله بن شتيط الوهيبي هنا مع الأمتار الأخيرة والصدارة والمقدمة تعبر الحدود. المركز الثاني وثاني المراكز كان من نصيب هملولة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الثالث كان من نصيب سرابة علي بن ناصر بن علي الأخيلي. رابعا ورابع المراكز معنا شعال بن رشيد السويدي مع الفاتنة. وخامس المراكز كان من نصيب الشاهنية محمد بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز الأول العنود وشعال أحمد بن عبد الله بن شتيط الوهيبي. لحظات وصولها وعبورها إلى خط النهاية قاطعة 3 كيلومترات في هذا السن سن المفاجآت سن الصغار. هنا أعزائي المشاهدين قاطع 3 كيلومترات في زمن وقدره 4
28 جزء 3 أجزاء من الثانية توقيت المركز الأول. تهانينا للناموس السيد أحمد عبد الله بشير الوهيبي المركز الثاني، وكان نصيب المركز الثاني هملول سعيد المطر بن محمد الرميثي لحظات وصولها وعبورها إلى خط النهاية 34 9 أجزاء من الثانية. توقيت المركز الثاني. المركز الثالث وكان من شعار هناك على ثالث المراكز حاملة رقم 43 صرابة علي بن ناصر بن علي الخيلي، التوقيت 4:31 جزئين من الثانية توقيت هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع.